اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الجزء الاول من هذه الحلقه. كابتن احمد عوده هيتكلم معانا عن طاقم التحكيم الصربي ورؤيته في هذا الطاقم. كابتن احمد مشرف ومنور وسعيد جدا بوجود حضرتك. ربنا يخليك وانا اسعد، وانا الحقيقه كنت متابعك على طول. ربنا يخليك من الناس الممتعه وبتمتعني شخصيا. ربنا يخليك الحقيقه والله. ربنا يخليك يا كابتن. اولا خلينا نتكلم سريعا عن حكم اللقاء الصربي دانييلو جروجيتش وراي حضرتك فيه. هل شايف ان السي في بتاعه، طبعا التقرير اللي كان قبل كده كان موري للناس كلها، او الناس كلها شافت من خلال التقرير السابق ان الحكم عنده اشياء كثيره جدا، حضرتك تقدر تحكي لنا عنها؟ هو اولا الحكم دخل القائمه الدوليه في 1/1/2012. نعم. هو اصلا ضابط شرطه، ضابط بوليس. هو الغريب ان هنا هتلاقي في تشابه كتير جدا بين الحكم والحكم الرابع النهارده والمساعدين، الاثنين مساعدين دول شاركوا في كاس العالم 2014 و2018، يعني اثنين كاس عالم، يعني اثنين كويسين، الاثنين مساعدين، اثنين كويسين جدا جدا، ولعبوا والاثنين اشتركوا في نهائي. اولا لعبوا امم اوروبا الاخيره اللي هي كانت في فرنسا وكسبتها البرتغال، شاركوا فيها الاثنين المساعدين. ايضا لعبوا نهائي نهائي ابطال اوروبا السنه اللي فاتت بين ليفربول وريال مدريد، الاثنين المساعدين والحكمين، الحكم الاول والحكم الساحه والحكم الرابع اشتركوا ايضا في المباراه دي بس كحكام اضافيين الاثنين، اللي هي ليفربول وريال مدريد. بالظبط. وايضا الطقم ده كله برضو اشترك في مباراه في نهائي كاس السوبر كاب بين ريال مدريد وسيفيليا في 2016، الاثنين برضو الحكم والحكم الرابع كحكام اضافيين، والاثنين المساعدين كمساعد اول ومساعد ثاني. يعني الحقيقه الاثنين مساعدين السي في بتاعتهم عاليه جدا جدا. يعني انت بتقول ان الاثنين مساعدين السي في بتاعهم اقوى من الحكم، اقوى من الحكم الساحه، لان حكم الساحه الاول هو رقم 3 في العالم اللي هو ميلور مازوتيتش. نعم. ده الحكم الاول هناك في صربيا ورقم 3 في العالم، فهو دايما اللي بيدير المباراه دي، فبيبقى معاه دول دايما. بس الحكم ده حكم القمه في صربيا 6 مرات، مباراه القمه دي 6 مرات. يعني اخرها اعتقد اخر مره اللي هي بين بارتيزيان وبين ريد ستار. اللي انا شايفه، ايوه، من الاحصائيه اللي احنا جبناها او اللي حضراتكم جبتوها من شويه، ان كرته الصفراء كتير. طبعا هو واضح ان هو حازم جدا. انا اعتقد ان هو طبعا عايز، هو اول مره ينزل مصر، برضه من ضمن المفارقات برضه الغريبه ان الاثنين المساعدين جم قبل كده مباراه الاهلي والزمالك في 2016. يعني الاثنين المساعدين جم قبل كده هنا، ودي تاني زياره ليهم مصر. الاثنين الحكام، الحكم الساحه هو الحكم اول الحكم مرة. الرابع اول مره يجوا مصر. وحكم في الدوري السعودي قبل كده ولا لا؟ حسب اللي انا عرفته حكم في الدوري السعودي، الحكم الساحه، الحكم الساحه. حكم في الدوري السعودي، حكم في الدوري السعودي. كم مباراه او اعتقد؟ لا دي مش عارف، دي الحقيقه يعني. كان الاحصائيه اللي قولنا يا شباب كده، محمد لو سمحت قول لنا كم مباراه. حضرتك كنتوا جبتوا الاحصائيه للمباريات اللي لعبها. انا بهتم بالحاجات اللي هي في اوروبا. هو لعب مباريات تصفيات اوروبا كتير، لعب تصفيات اوروبا كتير. طبعا لعب مباريات تصفيات كحكم ساحه. طيب لا اكيد تمام. كابتن عصام، كابتن احمد، انا عايز اسال حضرتك عن بيان اتحاد كره القدم اللي هو طالع من الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام. قال ان اكدت لجنه الحكام في اتحاد كره القدم برئاسه كابتن عصام ان الطاقم الصربي المقرر يدير مباراه بيراميدز غدا الجمعه على ملعب استاد برج العرب في اطار الجوله ال20 بالدوري الممتاز من اكفأ الحكام في اوروبا. اكيد من اكفأ الحكام في اوروبا، حيث شارك في اداره نهائي دوري ابطال اوروبا، وده حضرتك قلت عليه. اضافت لجنه الحكام في بيان لها وحكموا الاثنين برضو نهائي اللي هي نهائي السوبر كاب والسوبر كاب السوبر كاب اشبيليه وريال مدريد. الاربعه اللي موجودين النهارده برضو اشتركوا في ريال مدريد واشبيليه. طب بس كان مين حكم الساحه؟ برضو اللي هو ميلور الصربي اللي هو رقم واحد، اللي هو رقم واحد ميلور مازوتيتش. تمام. كما اشارت اللجنه الى ان مستوى الطاقم التحكيم الصربي سيجعل متابعه لقاء الغد محل متابعه دوليه من الاتحادين الدولي والاوروبي في اطار المتابعه للحكام الدوليين،
لدى إدارتهم للقاءات الدولية. هو معنى هو برضو يدير إن ست لقاءات اللي هو مباراة القمة هناك ده معناه إن هو حكم كويس قوي. ده بالإضافة إنه طبعا دولي، بالإضافة إن التحكيم السربي في ارتفاع مستمر. وبعدين بقول لحضرتك الحكم الأول هناك رقم 3 في العالم. فلازم ده دلالة على إن الحكم ده حكم كويس جدا أو طاقم الحكام على مستوى المباراة وأعلى كمان. يعني حضرتك شايف ان الطاقم ده طاقم جيد. الحقيقه تعليق على كلام الكابتن عصام او كلام بيان اتحاد كره القدم او بيان اتحاد كره القدم عن اطار في اطار المتابعه للحكام الدوليين لدى ادارتهم للقاءات الدوليه. انا الحقيقه هو ماتش الاهلي وبيراميدز لقاء دولي، يعني ما يجاز. هو بيقول ان هو في كلام يا كابتن بيبقى متقال ومعرفش حضرتك معايا في هذا الموضوع ولا لا، هل الكلام بيتقال مجرد ان هو للاستهلاك المحلي؟ هو عصام قال كده، بيان طالع من اتحاد كره القدم بيقول ايه؟ معلش تاني، في جزء كده فيه قالت ايه؟ كما اشارت اللجنه الى ان مستوى الطاقم التحكيم الصربي سيجعل متابعه لقاء الغد محل متابعه دوليه من الاتحادين الدولي والاوروبي. يعني هم في الاتحاد الدولي وفي الاتحاد الاوروبي هيسيبوا الكريسماس وهيسيبوا كل حاجه ويتابعوا الحكم ده في لقاء الاهلي وبيراميدز. ماشي، ده كلام الكابتن عصام او بيان اتحاد كره القدم في اطار المتابعه للحكام الدوليين لدى ادارتهم للقاءات الدوليه. لا دي اظن السطرين دول يعني هو الكابتن عصام طبعا عضو في لجنه الحكام الافريقيه برضو طبعا وما بخس حقه، لكن هو ادرى يمكن. لا مش بتكلم على بس يعني مش ما فيهاش بخس حقه، لكن ده كلام مكتوب بيان طالب. أيوة من عارف كره القدم بيتكلم هو المسؤول عن هذا الكلام، هو المسؤول يعني عن هذا الكلام. اتمنى يعني ان هو يقول لنا ايه الموضوع ده، هل بالفعل الاتحاد الدولي والاوروبي سيتابع مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز علشان حكم المباراه الدولي؟ مش عارف يعني، اتمنى ان يبقى في متابعه دوليه على اعتبار ان ده لقاء دولي. ماشي. واختتمت اللجنه بيانها بالتاكيد على مبدا الحياديه التي تنتهجها في التعامل حيال جميع انديه الدوري الممتاز. تمام. اذا حضرتك شايف ان الحكم يستطيع اداره هذه المباراه في ظل كل هذه الاجواء الساخنه؟ طبعا ادار مباريات اصعب من كده كتير هناك في اوروبا وفي بلده، فالماتش ده بالنسبه له مش هيبقى ماتش صعب يعني اعتقد يعني. تمام. لكن يعني هو التوفيق من عدم ودي حاجه موجوده. ما هو ده بقى اللي هنتكلم فيه بعد المباراه النهارده. حضرتك هتركز جدا ان شاء الله عشان شاء الله. عندنا كلام مهم جدا مع الكابتن احمد عوده بعد المباراه. انا بشكر حضرتك جدا على هذه الفقره جداً. وان شاء الله نلتقي بعد المباراه، واذا كان هناك اخطاء نتكلم عنها، اذا كان الحكم مشي بشكل جيد نتكلم برضو ونقول ان الحكم مشي بشكل جيد بعد المباراه. انا بشكر حضرتك ونتقابل بعد المباراه ان شاء الله. ان شاء الله واتمنى لطاقم التحكيم كل التوفيق يا رب. ان شاء الله هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع لحضراتكم وهنستقبل بقى ثلاثه من النجوم الكبار، هنتكلم معاهم عن رؤيتهم لخطة النادي الأهلي وخطة نادي بيراميدز. النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن أحمد بلال، والنجم الكبير الكابتن تامر بدوي بعد هذا الفاصل.